مفيش شك انه لقاء بين اتنين من عمالقه القاره على مستوى الكره المصريه والكره الجزائريه. لازم تعرف انه الدولتين الحقيقه يعتبروا من القوه العظمى على مستوى افريقيا. عادت الكره الجزائريه على مستوى الانديه للظهور مره ثانيه بتتويج اتحاد العاصمه ببطوله الكونفدراليه، وبالتالي عشان نتكلم على لقاء مصري جزائري بين الاشقاء ان شاء الله يوم الجمعه الجايه، بيسعدنا ان احنا نستضيف واحد من نجوم الكره الجزائريه اللي قدموا لنا نجوم كتير، يعني مشوار طويل قوي مع الجزائر من رابح ماجر وصولا لرياض محرز وما بينهما، اسماء كبيره جدا قدمتها الكره الجزائريه للقاره الافريقيه، منهم طبعا نجمنا النهارده ونجم بوخم الالماني السابق ونجم المنتخب الجزائري عنتر يحيى. برحب بيك على شاشه الاهلي وبشكرك، اهلا وسهلا بيك في السادسه. ميرسي ا فو، شكرا جزيلا، شكرا لاستضافتكم، شكرا لدعوتكم لي، وهو من دواعي الفخر والسرور ان اكون معكم. يعني بداية قبل ما اتكلم على المباراة المنتظرة في الجزائر وفي مصر، بيتهيألي كان ليك تجربة في المانيا وتدربت تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي. تجربتك مع مارسيل كولر، اهم الحاجات اللي انت استفدت بيها كلاعب في وقت وجود كولر كمدير فني لعنتر يحيى، ورايك في يعني قدومه لقاره افريقيا وتولي مسؤوليه النادي الاهلي. مارسيل كولر كمدرب وكانسان هو شخص رائع، انا شخص اقدره بشده، هو واحد من أفضل المدربين وفي كل تاريخي في كرة القدم، هو أثر، هو من أفضل المدربين أثروا في تاريخي. فهو مدرب كبير، إذا أردت أن أتحدث عن مارسيل كولر فسأخذ كثير من الوقت. هو أعطاني الثقة في نفسي، وهو الذي ساعدني أن أكون كابتن المنتخب الجزائري، فهو أثر في مسيرتي القروية. إزاي استقبلت خبر يعني قدومه لأفريقيا وتولي مسؤولية النادي الأهلي، وشفت إزاي مشواره أو بداية مشواره في الموسم الأخير بتتويجه بكل الألقاب في كل البطولات اللي شارك فيها، طبعا باستثناء بطولة كأس العالم للأندية؟ أنا أود أن أوجه التهاني للأهلي ومارسيل كولر، ودائما نحن على صلة واتصال مع مارسيل كولر أنا وهو. هو دائما ما يبعث لي في عيد ميلادي رسالة لتهنئتي، ولكن هو شخص مثالي، هو شخص استثنائي، وعندما ذهب إلى الأهلي هنأته، تحدثت معه وتحدأته وقلت له أن المهمة ليست بالسهلة، لأن الأهلي فريق بطولات اعتاد على الحصول على جميع البطولات، وهذا شيء صعب جدا، ولهذا كانت مسؤولية صعبة، ولكني كنت سعيد جدا له أن يكون مدرب لفريق يحمل الألقاب بهذا الشكل، وسأتمنى دائما له النجاح والتوفيق، ما عدا طبعا في المباراة القادمة أمام اتحاد العاصمة. أكيد أشجع، هو فريقي القديم، أكيد طبعا، أكيد أنا مشجع له. أكيد. قبل برضو ما أتكلم في المباراة، يمكن من ساعات تم الإعلان عن صفقة النادي الأهلي الجديدة، هو أحد لاعبي الدوري الألماني ولاعبي بروسيا دورتموند السابقين، هو الفرنسي الدولي أنتوني مودست. برأيك في الصفقة دي، وإزاي بتشوف إمكانيات المهاجم أنتوني مودست بما أنك أكيد تابعته في الدوري الألماني؟ أنتوني موديست أنا أعرفه بشكل شخصي، أنا أعرفه عندما لعبت في نيس، هو كان لاعب صغير في السن، وعندما ذهبت إلى بوخوم هو أحرز العديد من الأهداف الكثيرة في ألمانيا، هو لاعب سريع جدا، لاعب يستطيع الوصول للمرمى في أسرع وقت، أتمنى أن يستطيع التأقلم في كرة القدم الأفريقية، فهذا ليس أنا أعلم في أن لدينا بعض الظروف في كرة القدم الأفريقية، ولكن هو لاعب رائع، ولكن الشيء الإضافي هو أن مارسيل كولر يعرفه جيدا. طيب أنت كنت مدير رياضي سابق أعتقد لفريق اتحاد العاصمة، وهو ناديك المفضل زي ما أنت اتكلمت من شوية، واحد طبعا بهنيك على فوزه ببطولة الكونفدرالية، لكن بالنسبة لنا هنا في مصر يمكن في نقطة ممكن تبقى شوية محتاجة توضيح منك، فكرة أنه الفريق الفائز ببطولة الكونفدرالية على مستوى قارة أفريقيا
قدر يحقق بس المركز ال 12 في الدوري الجزائري، ودي مفارقة محتاجين ان احنا نستوضحها منك. Alors, نعم، السؤال رائع جدا وسؤال مهم جدا. وعندما نرى ان اتحاد العاصمه ان يفوز بالكاس الكونفدراليه وفي الدوري لم يستطيع ان يحقق لقب قوي، ولكن البطوله في الجزائر، بطوله الدوري الجزائري، هي صعبه جدا، ليس بالسهل. سوف أشرح لكم، ليس بكثير، ولكن البطولة كانت صعبة جدا السنة الماضية، والفرق لم يكن الفريق في اتحاد العاصمة لم يكن على المستوى الأفضل له، وأعتقد أن اللاعبين لا أعرفهم كلهم، ولكن أرى أن المنافسة كانت صعبة، ولكن مع مدرب عبد الحق بن شيخة هو أدى أداء رائع ومستوى رائع في الكونفدرالية، ولكن أعتقد أنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا الاثنين، البطولة والدوري، بطولة الكونفدرالية والدوري في نفس الوقت. من علامات الاستفهام كمان فكرة رحيل عدد كبير جدا من اللاعبين من فريق اتحاد العاصمة، والأغرب يمكن في القصة هي رحيل اللاعبين اللي كانوا نجوم الفريق، تقدر تقول عدد من الأسماء كانوا يعتبروا من الأعمدة الأساسية في الفريق، رحلوا عن فريق اتحاد العاصمة بعد التتويج بالكونفدرالية، وتم استبدالهم أو تم شراء أيضا عدد كبير من اللاعبين. من وجهة نظرك إيه السبب في ده، وإزاي ده ممكن يأثر على الظهور أو الشكل اللي هيظهر بيه اتحاد العاصمة في مباراة يوم الجمعة، مباراة السوبر أمام الأهلي؟ أعتقد أن المباراة القادمة ضد الأهلي هي مباراة صعبة جدا. في الأهلي فريق قوي جدا، لديه العادة أن على هذه المواجهات، ولكن هذا طبيعي، أن اللاعبين يستطيعوا أن يذهبون في أي وقت، وبعض اللاعبين يستطيعوا أن يبقوا في الفريق، وهذا لن يؤثر على فريق اتحاد العاصمة في المباراة، لا أعتقد هذا تماما. أعتقد أن حركة اللاعبين وقوتهم وإرادتهم وتاريخ الأندية هو ما سيساعدهم على تحقيق أداء جيد خلال هذه المباراة الصعبة أمام الأهلي. أعلم بشدة أن مارسيل كولر لديه قوة في قراءة المباريات، ولكن ارى ان العاصمه، اتحاد العاصمه، ما زال يمتلك لاعبين رائعين. اذا كنت بتتكلم داخل اوضه اللبس مع لاعبي فريق اتحاد العاصمه، او بتتكلم مع عبد الحق بن شيخه المدير الفني، ايه النصيحه اللي توجهها له في مواجهه الاهلي بقياده مارسيل كولر؟ لا تعلم ان هذه ان اكون في مكانه ليس بالشيء السهل، وشيء صعب جدا. انا لا استطيع ان اكون في مكانه الان، فهو ليس في مكان سهل، ولكن ما اتمناه له هو ان يفعل افضل ما يستطيع، وان يركزون على ان يرجع باللقب لفريق، لجمهور اتحاد العاصمه وللجمهور الجزائري بشكل عام، واتمنى ان تنتهي المباراه بشكل رائع، وطبعا مع الاشقاء المصريين. طيب، انتهت تصفيات بطوله امم افريقيا والبطوله على بعد يمكن 3 شهور، من وجهه نظرك مين من المنتخبات مرشحه للتتويج ببطوله امم افريقيا؟ قبل ما افتح معاك ملف كاس العالم. يوجد دائما نفس الأسماء التي تستطيع الظهور، الفرق الكبرى في أفريقيا، الجزائر طبعا، مصر طبعا، أنتم السنغال، الكاميرون، وتونس، والمغرب، وطبعا هذه الفرق الأقوياء هي دائما، وكوت ديفوار هما دائما ما يكون المرشحين الاوائل، ولكن دائما ما توجد المفاجات ايضا، مثل الفرق التي تظهر بشكل مفاجئ، هم ليسوا بالكثير، ولكن نرى كل مره ان يوجد الفرق التي تؤدي اداء رائع وتكون قريبه من تحقيق المفاجات. ونستطيع ان نقول دائما يكون الاولويه للفرق الاقوياء، ولكن تبقى ارضيه الملعب هي الفاصل. على مستوى الانديه يمكن يكون في سيطره عربيه على الالقاب الافريقيه، سواء دوري أبطال أو بطولة كونفدرالية، لكن على مستوى المنتخبات القصة يمكن مش على نفس المستوى. فرص المنتخبات العربية
وخصوصا كمان بعد تألق المغرب في بطولة كأس العالم، فرص المنتخبات العربية على وجه التحديد في المنافسة على اللقب، مين الأبرز من وجهة نظر عنتر يحيى؟ تعرفوا تماما ان يوجد جزء دائما في التصفيات، جزء من المفاجاه ايضا، يوجد طعم اخر في هذه المباريات المؤهله للامم افريقيا او لكاس العالم. أعتقد مثلا بعض الأحيان يتعادل فريق على أرضية ملعبه وبعده ترى أن الفريق يفوز خارج ملعبه. فالآن أعتقد أن كل الفرق على مستوى المنتخبات الإفريقية يستغلون بقوة ويعملون بقوة من أجل النجاح، ولهذا أعتقد أن الفرق العربية والمنتخبات العربية تأخرت فقط في أخذ العمل الجيد، ولكن الآن نرى أن الفرق العربية والمنتخبات العربية يستغلون بشكل قوي، يظهرون بشكل أقوى، وأعتقد أن لا شيء متوقع. أعتقد لأن لدينا لاعبون عرب يلعبون في أوروبا، يلعبون في جميع الدول. على مستوى الكرة الجزائرية، ويمكن إحنا قرينا في بعض التقارير والأخبار على فكرة إنه في توجه لدعم الأندية وخصوصا الأندية الشعبية في الجزائرية، فوز نادي جزائري وعودة الأندية الجزائرية عن طريق اتحاد العاصمة للتتويج ببطولات أفريقية، هل ده ممكن يكون مقدمة لعودة الأندية الجزائرية على المنافسة مرة تانية؟ هل بتشوف أنه الشكل الاستثماري أو دخول الاستثمار في كرة القدم في الأندية الجزائرية ممكن يغير من خريطة أو من قدرات الأندية الجزائرية فيما هو قادم، يعني من مواعيد أو بطولات؟ نعم، هذا كان يوجد، هذا هو فخر عظيم لنا أن اتحاد العاصمة فاز بالكونفدرالية، وأعتقد أنها بداية رائعة، ويوجد دائما نحن يجب علينا أن نكون حاضرين بشكل انتظامي وليس فقط كل عام أن نحظى على اللقب فقط. نعم، يوجد فرق قوية في الاتحاد في البطولة الإفريقية، شباب بولزداد الفريق القوي وكان البطل في العام الماضي، وأعتقد نحن يجب أن نعمل وألا نتوقف أبدا. لا يوجد سر أو صعوبة في الاستمرار في النجاح، وفقط ما يتطلبه هو العمل بقوة واستمرارية، فالاستمرارية ما تجعلك قادر على الحصول على اللقب. في جمهور كتير هيحضر مباراة الجمعة، مباراة السوبر الأفريقي من الجزائر، من جماهير اتحاد العاصمة طبعا. وي دي لاجيريا. نعم طبعا، اعتقد ان الجميع سيكون متواجدين، من الجماهير الجزائريه ستكون متواجدين هناك، لان الجماهير الجزائريه سيتحدون جميعا في هذه المباراه، واعتقد ان كل الدوله يجب ان تكون مشجعه لفريقها. عنتر يحيى نجم الكره الجزائريه، سعدت جدا بوجودك معنا في السادسة، وبشكرك مرة تانية على مشاركتك مع يعني التمنيات، بداية أنه لقاء يشرف وصحيح بطولة أفريقية، لكن في النهاية الطرفين أشقاء وناديين عربيين، فنتمنى إن شاء الله يكون لقاء مشرف للكرة العربية والكرة الأفريقية ويظهر في أروع صورة، وتستضيفه طبعا أرض عربية، أرض المملكة العربية السعودية. بشكرك شكرا جزيلا.